السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس Diagnosis of Hemostasis Disorders. النهاردة ميعادنا مع الدرس الثالث، هناخد فيه البروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم بيكشف لي عن Deficiencies of Extrinsic Pathway. هنراجع بسرعة الـ Extrinsic Pathway ده. قلنا إن هو بيعتمد على تنشيط فاكتور 7، تكوين كومبلكس مع التيشو فاكتور والفوسفوليبيد. فده كده اللي بنسميه الستارتر بتاع الاكسترنسك باثوي، الكالسيوم لاينايز الكالسيوم مع الفوسفوليبيد مع التيشو فاكتور مع فاكتور 7. طبعا ده احنا ده الريجنت بتاعنا بيبقى عبارة عن تيشو فاكتور مع فوسفوليبيد، واحيانا بيبقى مع كالسيوم، او احنا بنضيف للتيست ايه كالسيوم في داخل الجسم. طبعا الكالسيوم بيبقى ايونايزد، انا بضيف هنا كالسيوم لان انا بسحب العينه بتاعتي على ايه، على ستريتد بلود، بسحب العينه على ستريتد بلود، فالستريت بيعمل كيليشن للكالسيوم، فما بيفضلش في البلازما عندي اي ايونايزد كالسيوم. فيا اما بستخدم تيشو فاكتور مع فوسفوليبيد معاهم كالسيوم ايونايزد، او تيشو فاكتور ايجنت وبضيف كالسيوم كلورايد ايونايزد. الاثنين دول بيعملوا تنشيط لفاكتور 7. فاكتور 7 بينشط الفاكتور 10 اللي هو البرو اكتيف انزيم فاكتور 10. تمام، هيطلع عندي فاكتور 10. طبعا الاس مول دي معناها اكتيف، يعني فاكتور 10 اكتيف. تمام، فاكتور 10 لما يحصل له اكتيفيشن مع الكالسيوم والفوسفوليبيد، وفاكتور 5 يعملوا اكتيفيشن للبروثرومبين اللي هو فاكتور 2، فيتحول من برو انزيم لاكتيف انزيم فاكتور 2 اللي هو الثرومبين، والثرومبين بعد كده بيشتغل على السبستريت الفيبرينوجين، يعملوا بوليمرايزيشن للايه للفيبرين. يبقى انا الستارتر بتاعي هو ايه، هو الكالسيوم مع الفوسفوليبيد والتيشو فاكتور والفاكتور 0، والاند بوينت بتاعتي اللي هي الايه الفيبرين. ده كده الايه الكلوت. التايم ده احنا بنسميه البروثرومبين تايم، بنسميه البروثرومبين تايم. يبقى التايم عشان يبدا التفاعل ده لغايه ما يكون الفيبرين هو ده الايه البروثرومبين تايم. الدياجرام اللي احنا شايفينه ده اللي بيحصل في الانبوبه في المعمل، ده ما بيحصلش جوه جسم الانسان. الصوره دي كده ما بيحصلش جوه جسم الانسان. ليه؟ التيشو فاكتور لما بيعمل كومبلكس مع فاكتور 7 ما بيأثرش على فاكتور 10 في جسم الانسان، عشان في عندي حاجه اسمها تيشو فاكتور باثوي انهيبيتور بيقفل الايه، بيقفل الباثوي ده. يعني فجوه الجسم التيشو فاكتور لما يعمل اكتيفيشن لفاكتور 7 ويعمل معاه كومبلكس ما بيأثرش على فاكتور ايه 10 يعمل له اكتيفيشن. الكلام ده بيحصل في التيوب بس في المعمل، لكن داخل الجسم في عندي حاجه اسمها تيشو فاكتور باثوي انهيبيتور بيقفل الايه، بيعمل بلوك للايه للخطوه دي. لكن اللي بيحصل جوه الجسم ان التيشو فاكتور كومبلكس مع فاكتور 7 بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 9، فبيحوله الفاكتور 9 الى اكتيف. تمام، فبيلتقي مع الانترنسك باثواي في النقطه دي. احنا الانترنسك باثواي يبدا ان فاكتور 11 بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 9 يحوله لفاكتور ايه 9 اكتيف، فهو بيعمل ايه اد فاليو، بيعمل مور اكتيفيشن لفاكتور 9. تمام، ففاكتور 9 مع فاكتور 8 هما اللي بيعملوا اكتيفيشن لفاكتور 10 يحولوه لايه لفاكتور 10 الاكتيف، ويرجع بقى لايه التيست يكمل زي ما احنا شايفين كده. نعمل اكتيفيشن للبروثرومبين للثرومبين، والثرومبين يستخدم السبستريت فيبرينوجين يحول الايه الفيبرينوجين لفيبرين. يبقى ده اللي بيحصل جوه الجسم، وده اللي بيحصل في الايه في الانبوبه. فانا بستخدم اللي بيحصل في الانبوبه ده في المعمل علشان اكشف على الديفيشنسيز في الايه في الحاجات دي كلها. يبقى انا التيست ده هيقدر يعمل لي نظريا كده من الدياجرام، لو فيبرينوجين ناقص يبقى هيحصل ايه؟ هيتأخر تكوين الفيبرين. يعني هفرض ان انا وصلت عند نقطة الثرومبين والثرومبين ملقيش فيبرينوجين، ملقيش، هياخد وقت طويل عشان تتكون الايه الفيبرين ده لو اتكونت اصلا.
طيب نفس الكلام، لو انا مفيش بروثرومبين ناقص يبقى هيجي الميكانيزم هيقف عند الخطوه دي، مش هيلاقي بروثرومبين عشان يعمل له اكتيفيشن. نفس الكلام لو الفاكتور 10 ناقص هيبقى ناقص. طيب لو فاكتور 5 ناقص، فاكتور 5 مع بعد ما يحصل اكتيفيشن لفاكتور 10 هم دول اللي بيعملوا تنشيط للايه، للبروثرومبين. نفس الكلام لو في عندي فاكتور 7 ناقص مش هيتكون الكومبلكس اللي هيعمل اكتيفيشن لفاكتور 10. يبقى اي حاجه تنقص من الايه، من الدياجرام ده، هتاثر على تكوين الاند بوينت بتاعتي اللي هي الايه، الفيبرين. تمام. طيب السنسيتيفيتي بقى مختلفه، يعني التست ده السنسيتيفيتي بتاعته الفاكتور 10 غير السنسيتيفيتي بتاعته البروثرومبين تايم غير البروثرومبين فاكتور 2 غير السنسيتيفيتي بتاعته للايه، للفيبرينوجين زي ما هناخد دلوقتي. طيب البرنسبل، the test reflects the overall efficiency of the extrinsic system. يبقى هو بياخد ال extrinsic pathway كله من أوله بال common pathway. تمام؟ طيب هو sensitive للفاكتور 5 وفاكتور 2 5 و7 آسف، فاكتور 5 وفاكتور 7 وفاكتور 10، وأقل في السنسيتيفيتي للفاكتور إيه؟ 2. تمام؟ يبقى هو sensitive ل5 و7 و10 واقل في السنسيفيتي لفاكتور ايه؟ 2. طيب لو الفيبرينوجين قليل هيقدر يعمل له ديتكشن لمستوى قليل، لكن لو الفيبرينوجين ناقص جدا او عندي افيبرينوجينيميا طبيعي جدا ايه؟ طبيعي جدا هيحصل ايه؟ برولونجيشن للايه؟ للتايم جدا. طيب السنسيتيفيتي بتتاثر بالريجنت، بالبيوريتي بتاعت الريجنت، لان الريجنت دي احنا قلنا في الريجنت بنستخدم ايه، الريجنت بتاعنا عباره عن تيشو فاكتور وفوسفوليبيد. التيشو فاكتور والفوسفوليبيد دول اما بنجيبهم من هيومن سورس او اذر سورسز، من رابتس مثلا، هورسز. تمام. فالريجنتس ديت مختلفه في السنسيتيفيتي بتاعت الايه، بتاعت التحليل. يبقى بتتأثر بالريجنت دي أول حاجة، وبالتكنيك، هل أنت بتشتغل بتكنيك يدوي أو بأوتوميتد أو سيمي أوتوميتد. تمام. وعشان كده لازم تعمل إيه، ريفرنس رينج لوكالي عندك في الإيه، في المعمل. طب إيه الريجنت اللي بنستخدمها؟ بنستخدم ثرومبوبلاستين. ثرومبوبلاستين ده التيشو فاكتور اللي أنا بستخدمه عشان يعمل أكتيفيشن لإيه، لفاكتور 7. ثرومبوبلاستين الريجنت ده احيانا بيبقى، طبعا ثرومبوبلاستين ده عباره عن تيشو فاكتور معاه فوسفوليبيد، احيانا بيبقى معاهم كالسيوم كلورايد داخل الايه، الريجنت. لو مفيش، لو الثرومبوبلاستين ده مش مفهوش كالسيوم كلورايد، يبقى لازم استخدم ايه، كالسيوم كلورايد. يبقى كده ناخد بالنا ان انا امتى بحتاج استخدم الكالسيوم كلورايد في التيست، لو الثرومبوبلاستين ريجنت مفهوش كالسيوم. لكن لو الكيتس اللي انت شغال بيها الثرومبوبلاستين فيها ايونايزد كالسيوم، يبقى انت مش هتحتاج تضيف الايه، الكالسيوم. وقلنا وظيفة الكالسيوم ان السامبل اللي انا بسحب عليها الدم ستريتد بلاد، فالستريت بتعمل كيليشن للايه، للايونايزد كالسيوم، وبالتالي لازم استخدم الكالسيوم معايا في الايه، في الاختبار، عشان اعوض الكالسيوم اللي حصل له كيليشن في الايه، في التست. طيب بنعمل ايه، بنجيب انبوبه ونحط فيها 1/10 ملي نورمال بلازما، بيشنت بلازما، ونعمل لها وورمنج عند 37 انكيوبيشن، يعني عند 37 سيليزيوس هي درجه حراره الجسم، لمده 2 دقيقة. تمام. وقبل ما اشتغل اعمل بري وورمنج للايه، للثرومبوبلاستين ريجنت بتاعي لو في كالسيوم، يعني يبقى انا كده خلاص مش هستخدم غير دول. اعمل لهم بري وورمنج عند 37 لمده 3 او 5 دقائق، واحط منه 2/10 ملي. دي سفيشنت اماونت عشان يحصل ايه، اكتيفيشن للفاكتور 7 اللي موجود في الايه، في النورمال بلازما. بس بعد كده ابدا اجهز الستوب ووتش بتاعي، اعمل ميكسنج كويس، واعمل ريكورد الكلوتينج تايم، اسجل الوقت اللي هيحصل لغايه ما تتكون الايه، الجلطه. طيب لو انا بشتغل مانيوالي لازم اعمل ريبيت، اعمل دوبليكيت للتيست ده، يعني لازم اشتغل التيست ده مرتين. تمام. ريبيت فور اتش تيست سامبل، يبقى لما اشتغل كذا. طيب وبعد كده اسجل الايه، اسجل البيشنت كلوتينج تايم ان سكندز. يبقى البي تي اليونت بتاعته عباره عن ايه، ثواني، عباره عن ايه، ثواني. والنورمال ريشيو بتاعه من ايه، من 9 ل 11 ثانيه. تمام. طيب وبعد كده بنعبر عن البي تي اللي هو بالسكندز ده، بنعبر عنه بحاجه اسمها الاي ان ار، ودي هناخدها المحاضره الجايه ان شاء الله.
هنعمل فيديو مخصوص لشرح ليه يعني ايه اي ان ار، وازاي بنحول البي تي بنعبر عنه بالاي ان ار، وليه بنعمل كده. طيب تمام. الدبليكيت ان انا بعيد التحليل، بعيد الاختبار ده في حاله ان انا بعمل التيست يدوي، يعني انا بشخص ببص على الاند بوينت الكلوتنج بتاع الكلوتنج فورميشن الفبرين كلوت فورميشن بعنايه تمام يدوي، يعني لازم اعيد الايه التيست. والدبليكيشن ده لازم يبقى نسبه الفرق في الثواني لا تتخطى ايه 10%، يعني ما ينفعش مره تشوف الكلوتنج تايم 9 ثواني والمره الجايه تلاقيها مثلا 14، ما ينفعش، يعني لازم تشوفها 8 تشوفها 10 10% بس. تمام. طيب شويه ملاحظات مهمه. احنا قلنا ان الثرومبوبلاستين ريجنت لو مش مفهوش كالسيوم يبقى البروسيجر بتاعتي هتبقى ايه، هتحط 1 من 10 مللي من البلازما مع 1 من 10 مللي من الثرومبوبلاستين تمام، وتحط 1 من 10 مللي من الايه، من 25 مللي مول كالسيوم كلورايد. يبقى كده هنضيف 3 حاجات، هنضيف البلازما اللي هي سورس اوف الفاكتورز اللي بيحصل فيها الكواجيوليشن، وهحط الثرومبوبلاستين هيبقى التيشو فاكتور والفوسفوليبيد، هحط معاهم بقى ايه كالسيوم كلورايد. الخلطه دي احنا بنكنسلها في حاله ان الريجنت الثرومبوبلاستين ده فيه كالسيوم ايه كلورايد. دي كده اول نقطه. النقطه الثانيه ان احنا قلنا ان فاكتور 7 الكومبلكس ده بيعمل اكتيفيشن لفاكتور كام؟ 9. فالاكتيفيشن اوف فاكتور 9 باي تيشو فاكتور فاكتور 7 كومبلكس ده بيحصل ان فيفو تمام. لما اجي اعمل البي تي تيست ناقص الفاكتور 9 و8 ما بيأثرش على التحليل، داخل الانبوبه، داخل الانبوبه فاكتور 10 سترونجلي اكتيفيتد بالايه، بالتيشو فاكتور فاكتور 7 كومبلكس تمام، وده بيديني قدره على ان انا اشخص الايه النقص لو الفاكتورز ديت ناقصه تمام. لازم اعمل بري وورمنج للثرومبوبلاستين والكالسيوم كلورايد لمده 5 دقائق ل 30 دقيقه قبل ما استخدم الايه التيست، يعني لازم اسيبهم في روم تمبريتشر او اعمل لهم انكيوبيشن قبل ما استخدم الايه التيست. طيب احنا قلنا ان التحليل دوت سنسيتيف لفاكتورز كتيره، فنقول لو في عندي مايل ديفيشنسي فاكتور 2 وفاكتور 5 وفاكتور 7 او فاكتور 10 الديجري اوف برولونجيشن بيبقى مينيمال. في حاله فاكتور 2 ديفيشنسي بس البي تي بيبقى تقريبا في النورمال رينج، يعني لان التيست ده ليس سنسيتيف لفاكتور ايه 2 تمام، ليس سنسيتيف لفاكتور ايه 2. لكن لو انا عندي ديفيشنسي في فاكتور 5 7 10 معاهم 2 بيبقى البرولونجيشن مينيمال، لكن لو 2 بس هو اللي ناقص بيبقى ايه ليس سنسيتيف. طيب خدناها خلاص. طيب ده كل اللي احنا عايزين نقوله النهارده عن البي تي. المره الجايه ان شاء الله هناخد فيديو صغير عن تحويل، اهميه تحويل البي تي عن ان احنا نعبر عنه بالسكندز للاي ان ار. ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى خفيفه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.